السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة في من برنامجكم بيت عبدو شيما. والأول مرة النهاردة كده بصراحة أحس إن النهاردة حقيقي فعلا البرنامج يستحق إن هو يتقال عليه بيت عبدو قبل شيما. ليه بقى يا عبدو؟ كله النهارده وكل ضيوفنا منورين النهارده معنا ضيوف الحلقه كلهم معناهم مهتمين في الحاجات للستات برضو أيوه. والست البيت طبعاً. وكل بنات لكن ايوه كلهم النهارده معايا أيوه. عنصر الزيتون لاول مره تقريبا لاول مره في السيزون الرابع من برنامجنا ضيوف الحلقه كلهم يعني يكونوا مع عبدو، بس مش مشكله عادي يعني يا عبدو عادي طبعا هم معانا. فنرحب باول ضيف معانا، اهلا بيك يا استاذ عبد الرحمن مرجان. اهلا بحضرتك، نورتني يا استاذ عبد الرحمن. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. والله الحمد لله يا ربي دايما. وزي ما عودنا كل الناس بنعودهم دايما لازم نبدا مين؟ بالشيف. بالشيف والشيف النهارده منورنا شيف ايهاب البيهي. اهلا بيك يا شيف. اهلا وسهلا يا فندم، نورتنا يا شيف. شيفنا المتالق منورنا دايما، ربنا يخليك. على طول بقى احنا بنحب نبدا في المطبخ وفي وصفاتنا، فقول لنا اول وصفه هنبدا ايه ونبدا نشتغل على طول يا شيف. النهارده ان شاء الله هنعمل فراخ تشيكن ستافد، يعني فراخ صدور محشيه سبانخ. طيب. هنحط مع الفراخ ديت جنبها يبقى خضار جريل. طيب. تمام، خضار يعتبر عن كوسه وجزر وفلفل الوان. تمام، بيتبل بالزعتر والروزماري وزيت الزيتون. بالنسبه للفراخ دي هنضيف لها صوص كريمه، صوص سبانخ بالكريمه. تمام، سبانخ بالكريمه. سبانخ بالكريمه. هنعمل طبق سلطه معاه، هيبقى جرجير روكا بالافوكادو. طيب. والطماطم الشيري. متهيألي كده الوصفات النهارده هيلسي شويه؟ هيلسي شويه بغض النظر عن الكريمه، يعني الكريمه لا بدون اضافه كريمه هيبقى يبقى هيلسي. تمام. تمام. واللي حابب واللي حابب بالكريمه ما فيش اي مشكله. يلا بينا نبتدي بقى. تمام. نبدا بيها بقى. واول وصفاتنا موجوده معانا على الشاشه عشان اللي عايز يتابع معانا، هي فراخ بالسبانخ. بتكون مكوناتها عباره عن 500 جرام صدور فراخ منزوعه الجلد، 250 جرام سبانخ مفرومه، وحبه بصل متقطعه ناعم، 2 معلقه صغيره ثوم مفروم، ونص معلقه ملح، ونص معلقه فلفل اسود، و250 جرام كريمه لباني، و2 معلقه زيت ذره، و2 مكعب مرق الدجاج. تمام كده انا حافظ حلو. لا لا تمام حافظ. انت شايف مع الشاشه احنا الله لابسين ما شاء الله نظرك يا عبدو ما شاء الله يعني ما شاء الله. انا قاعده ما جنبك ولا شايف اي حاجه خالص. طيب كويس. طيب اشوف احنا عايزين نعرف بقى، انت دي صدور كامله، صدر فرخه كامل ولا صدر فرخه كامل ولا بانيه بيتقطع؟ لا لا صدر فرخه كامل زي ما هو، بيتفتح فتحه من فوق. طيب. وبعد كده بنحشي جواه السبانخ السوتيه، بنعمل سبانخ سوتيه بالثوم والبصل وزيت. طيب. الزيتون. وبعد كده بتحشي جوه الفراخ، بعد كده بناخد الفراخ جريل. والصوص الثاني بتاخد على جنب بقى بالسبانخ مع الكريمه. يلا تمام احنا نوري الناس بقى عملي كده ونبدا يا شيفنا. المفروض ايه؟ بناخد الصدر الفرخه زي ما قدامنا هو قدامنا كده بالظبط. تبدا تعمل فيه ايه؟ تمام. بيتفتح من فوق كده الفراخ. تمام تمام. يعني دي بتفتح فيها فتحه بسيطه. فتحه بسيطه بس من فوق بالسكينه. تمام عشان نتحشي. تمام. ممكن الاطباق السلطه دي نطلعها قدام عشان الناس تقدر تشوف معانا يا شيفنا. الاطباق دي نطلعها قدام شويه. لا 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 الفيه السلطه الفيه الخاص وال تمام نطلعها قدام معانا. تمام. أيوة. نوري الناس بقى بنبدا تعمل فيهم ايه. تمام تمام. دي الفراخ بتتفتح من قدام. انت بتفتحها بس ايه؟ فتحه بالسكينه من فوق. فتحه بالسكينه من فوق عشان احشي جواها السبانخ. الحشو السبانخ. تمام تمام. هنعمل السبانخ سوتيه عادي. وبعد كده هنحشي بيها جوه الفراخ. هنبدا. طيب. نعمل السبانخ دلوقتي. يلا. طيب السبانخ بتبقى مفرومه. انا السبانخ جاهزه مفرومه. تمام. نفرم السبانخ زيت زيتون. بزيت زيتون انت. تمام. عشان تبقى صحيه وهيلثي. ما ينفعش بسمنه يعني. لا 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 زيت زيتون افيد بكتير. تمام. استاذ عبد الرحمن ايه الاخبار في المطبخ؟ تحب الاكل ولا تحب تعمل اكل ولا تاكل اكل؟ اكيد يحب ياكل اكل. اكيد بحب اكل، ولو اتاح لي الفرصه ان انا اعمل ما عنديش اي مشكله خالص. عادي عادي خالص جدا. شفت الموضوع عادي يعني. احنا الرجاله متميزين في كل شيء، نخش اي مجال لازم نتميز فيه. طبعا طبعا طبعا. ده كلام. ايوه شفنا دلوقتي حطينا زيت زيتون وحطينا زيت زيتون. وحطينا بعد كده معاه ايه؟ الثوم. ثوم بسيطه. نص معلقه ثوم. نص معلقه ثوم. تمام. مجرد ما البصل بيدبل نقطع السبانخ. السبانخ السبانخ ده طلع سبانخ مش جايب سبانخ فريش. سبانخ فريش لان طبعا القيمه الغذائيه بتفرق بتاعتها خالص يعني غير الثانيه خالص. طيب. تمام. انت بتجيبها وبتقطعها تقطيع بقى صغير. عادي جدا. تمام. انتوا شايفين كده؟ شايفين الوصفه دي هيلسي، هتعجب ناس كتير من الناس اللي بتحب بقى ترجع. طبعا السبانخ دي اصلا من
من اهم الخضروات اصلا يعني بيبقى فيها نسبه حديد عاليه. خلينا نقول ان هي تقريبا وجبه متكامله يا شيف، معانا بروتين، معانا السبانخ فيها طبعا حديد. اه طبعا ونعتبره برضه زي الخضار. السبانخ فيها من اهم الفيتامينات اللي موجوده. ايه السبانخ من اهم الفيتامينات اللي موجوده في الخضار، بتبقى موجوده في السبانخ. تمام. وعندنا كمان السبانخ بتبقى فيها فوائد كتير جدا عاليه، ممكن تاخد كوجبه غذائيه كامله لوحدها. تمام يا شيف. طبعا قبل ما تبدا تجهز لنا الصوص نفسه، وقبل ما نحشي نرجع لك ونشوف وانت تمام تحت امر، هنرجع بقى لضيفنا استاذ عبد الرحمن. اهلا بيك يا استاذ عبد الرحمن، منورنا. صاحب سنتر عباد الرحمن للملابس الجاهزه. تمام. سنتر عباد الرحمن للملابس الجاهزه، وعايزين نتكلم بدايه المشروع، بدانا فيه ازاي، ايه الفكره لغايه ما وصلنا لسنتر عباد الرحمن. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا الفكره جت ان والدي اساسا كان تاجر ملابس. طيب. فانا طبعا حبيت حبيب المهنه من زمان، فبدات طبعا الكلام ده من 5 سنين تقريبا. كافحت طبعا، اول حاجه اشتغلت فتحت محل صغير، بدات واحده واحده رويدا رويدا، اجتهد في السوق، اعرف اماكن البضاعه كويس، اسوق كويس، ان ربنا ييسر لي اصلا ان انا اوصل للسعر الجميل جدا او السعر كويس للناس، ان انا اوصل لهم افضل ماتيريا خامه واقل سعر، دي حاجه جميله جدا جدا. ولو قدرت ان انا اجيب للناس ببلاش خالص هجيب لهم دي، لان انا من الناس طبعا حاسس باللي الناس فيه، حاسس باللي الشعب فيه، فبقدر برضه باقل سعر ليا او اقل مكسب بمعنى اصح ليا. يعني تحط هامش ربح وتبدا تشتغل. تمام. هامش ربح قليل جدا جدا، يعني فوق ما اي حد يتخيل. طيب احنا بقى دلوقتي عايزين نعرف ايه الاقسام اللي موجوده او متوفره داخل سنتر عباد الرحمن. اللي الاساسي عندي في سنتر عباد الرحمن اللي الحريمي بجميع اشكاله، داخلي خارجي بيتي. الحمد لله. الحاجه الثانيه الاطفال، طبعا الحمد لله اطفال بجميع المراحل، محير اطفال بيبي. المفروشات طبعا الحمد لله برضو في قسم عندي. الخروج في الحريمي برضو موجود. يعني بحاول بقدر المستطاع ان انا لم بكل انواع الملابس الاطفال والحريمي. هو ده السبب الرئيسي اصلا في نجاحي، ان انا بشكل شغل باطفالي حريمي داخلي وبيتي بكل الانواع. طب خلينا كده نقول ان تقريبا ممكن العروسه تجهز من عندك بقى يا استاذ عبد الرحمن اللبس البيتي بقى والعبايات. ما عدا الرجالي لو سمحت، احنا كده ربنا يفرح كل عرايسنا. طبعا في بناطيل جنس عندك ولا عندي رجالي ولا اهو يا انا فاكره متابعاك، على فكره انا مذاكره كويس، مذاكره شغلك يا استاذ عبد الرحمن. طبعا لي فرصه طبعا ان انا اجيب كل شغل الرجاله، هو موجود قدامي حاليا. لا هتعبك صدقني، خليك انت في الحريم بس. لا طبعا بس الرجاله حبايبي طبعا. لا ثانيه واحده، احنا نخش نشتري في 5 دقايق الا ربع. لا هو انا ماشي بمبدا حاجه، خلي بال حضرتك هم كده. انا ماشي بمبدا حاجه، انت كراجل رب اسره ممكن تشتري لاولادك الاول ثم لزوجتك ثانيا، اما حضرتك ما بتفكرش نفسك الا في الاخر، ممكن اصلا ما تجيبش لنفسك حاجه. اكيد. فهو ده السبب الرئيسي ان انا مركز. انت عايز تقول ان الستات بتشتري اكتر من الرجاله؟ يعني طبعا طبعا كتير، دي حقيقه عادي. طيب نحب نعرف بقى، طالما سنتر عبد الرحمن في كذا قسم، في كذا حاجه عندك، كذا شيء، هل انت مقتصر على بيع جمله بس، تجزئه بس، في جمله اصلا ولا ما فيش؟ لا انا عندي اساسي جمله وقطاعي، وخاصه كل حبايبي في كل مكان في مصر. وعلى فكره الحمد لله انا شغلي وصل بره مصر دلوقتي حاليا. في ناس جات لي من سوسه في تونس، الناس جات لي من ام درمان في السودان، جم عند السنتر. والحمد لله بقدر المستطاع بحاول اقدم زي ما قلت لحضرتك افضل الماتيريال واقل الاسعار. فبالتالي سنتر عبيد الرحمن اللي عمله اصلا اهلي وحبايبي بلطيم والبرولوس، مركز بيرة طبعا، وبلدي اللي انا مولود فيها ابو بدوي ومختار ديت. يعني كل التحيه لاهلي كفر الشيخ والبرولس وبلطيم. حبايبي حبايبي طبعا اهل عبد الرحمن يا جماعه من كفر الشيخ، ضيفنا النهارده مميز جدا. يعني طبعا اهل بلطيم طبعا على راسي من فوق كلهم، من اصغر انسان لاكبر انسان سواء رجل او امراه، لان الناس دي لهم فضل كبير عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. طب هو اساسا المحل نفسه او السنتر بتاعك في بلطيم اساسا؟ يعني المحل في بلطيم في شارع التحرير داخل ممر عماره موافي. طب بما انك اتكلمنا في الموضوع ده بقى، عايزين نعرف مين اكتر حد وقف جنب استاذ عبد الرحمن في سنتر عباد الرحمن. اولا اكتر حد طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى، ده اول شيء. نعم. ثانيا زوجتي ام مكه، ربنا طبعا دي كان لها فضل كبير عليا قوي. اللي قبل ام مكه طبعا دعوات امي وابويا. أكيد دي أمي طبعا، دي عندي رقم واحد.
والده رقم 2 طبعا وعلى راسي من فوق كلهم. اما والدتي كان في دعوات كتير قوي بتدعى لي عمر ما انسى ابدا في حياتي. دي كانت سبب اصلا سر نجاحي في حياتي عامه. طبعا طبعا الام لان والدتي طبعا لا فضل كبير قوي بعد ربنا سبحانه وتعالى عليه. اللي الثاني طبعا اللي بعد كده هو في اشخاص كتير بس انا هذكر بعض منهم عشان ما انساش حد. طيب. اولا استاذ بعتبر والدي واخويا الكبير الاستاذ مصطفى حماد. ثانيا حبيبي اخويا وصديق عمري واللي يعني بامانه بامانه اسال من ربنا ان هو يشفيه ويديه الصحه الاستاذ اسماعيل فهيم. الاستاذ مصطفى جلو اخويا وحبيبي كامل الصاوي. اخويا محمد جلو. يعني ناس كتير قوي مش قادر اذكر مش عايز انسى حد. محدش يزعل مني. الاستاذ رضا رمضان طبعا. ففي ناس كتير بامانه لها فضل كبير عليها بعد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك. فانا ذكرت بعضهم طبعا. الاساسي طبعا عندي برضو في حتى في شغلي سنتر بكر وسمير ده بسم الله ما شاء الله يعتبر نصف شغلي او ربع شغلي من عندهم. ربنا يبارك فيهم ودايما يعني شركاء النجاح يكونوا معاك دايما. ومعانا على فكره فيديو لبعض من الشغل. طب كنا عايزين يعرضوا ظهر معانا. طيب. يعني قبل ما يجهزوه نرجع نشوف بس الشيف عمل ايه ونرجع تاني للفيديو. ايه شفنا الاخبار؟ خدنا السبانخ سوتيه وبعد كده حشينا السبانخ. بتعمل بسرعه على طول يعني. سوتي لازم السبانخ ما ينفعش تقعد كتير على النار. تمام. حتى كمان لما تيجي تعمليها بصوص طماطم باي حاجه بتحط اخر حاجه عشان الحديد اللي فيها ما يتكسرش. تمام. يبقى فوائدها موجوده جواها. معلومه مهمه برضه. تمام تمام. فخدنا السبانخ سوتيه وحشينا الفراخ زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده بنفتح سنه بسيطه من قدام او بنحشي الصدر من جوه. تمام. وبعد كده الصدر بيتبل بملح وفلفل وعصير ليمون خفيف. وبعد كده ملح وفلفل وعصير ليمون. وبعد كده بنروح نازلين بيه على الايه على الجريل على طول. على الجريل. تمام. انت بس ايه كده بقى ايه هتشوحه هنا بس هتعمله ويل دان نص دان يعني. لا هو بيستوي عادي جدا. الصدر ما فيهوش اي حاجه طبعا ما فيهوش عظم ما فيهوش اي حاجه فالسوى بتاعه بيبقى سهل بالنسبه لي. كويس جدا وسهل ان شاء الله بامر. تمام. طيب. على بقى قبل ما شيف يجهز لنا بقى شكلها شهي جدا لسه كمان لما تستوي. انا هنجيبها هنا دلوقتي. طيب احنا معانا فيديو معانا فيديو هيجهز وينزل معانا دلوقتي. معانا برضو حاجات بقى وكوليكشن من الشغل برضو اللي معانا لو يقدروا يجيبوه معانا نقدر نشوف الكوليكشن. انا حاسه تقريبا كل اغلب الشغل هنا عبايات استقبال اللي العرايس بتجيبها بتجهزها او اي ست بيت عامه يعني. تمام تمام. احنا معانا الفيديو دلوقتي من داخل سنتر عباد الرحمن وبلطيم. ايوه ده شغل اطفال. تمام. ده داخل السنتر من جوه. تمام. طيب استاذ عبد الرحمن ما فكرتش ان انت تخش في جزء من التصنيع؟ وانا حضرتك كنت صنعت قبل كده تحت مصنع انا وناس كانوا شركاتي. فالفكره ما حبيتهاش لان طبعا انا ما معيش حد الا ربنا سبحانه وتعالى. فالواحد يبقى مشغول بالسنتر والمصنع. فقلت لا انا اركز في حاجه كويسه ان انا جيت فيها افضل ما ابقى في اتنين مشتت. ان انا جيت في حاجه التصنيع مثلا او جيت في حاجه السنتر. فحبيت اكتر ان انا اسوق كويس اقدر اجيب اسعار كويسه للناس اقدر ان انا افرح الناس كلها قدر المستطاع. انا اللي يهمني دعوات الناس بغض النظر عن اي حاجه. أكيد. حب الناس ليك ده ما يسويش ملايين الدنيا كلها. طبعا في ناس كتير جدا بتحبك وناس كتير جدا بتتابعك وتابع البث المباشر ده ما بتعمله في شغل عباد الرحمن داخل السنتر. طيب انا عايز اعرف بس اسالك سؤال. اتفضل. ايه السبب او سر تسميه عباد الرحمن في مجال الملابس الجاهزه؟ هو عامه ناس كتير قوي عرضتني في الاسم في الاول. بس انا طبعا بما ان اسمي عبد الرحمن انا حبيت حاجه كويسه جدا جدا ان انا اعمل سنتر عباد الرحمن يبقى مخصص بيا. حتى ان زوجتي وبتاع قالت لما نسميهم باسم بنت من بناتنا وبتاع لا فانا رفضت. يعني طبعا هم ثلاث بنات اقول اسم واحده واسيب الثانيه فيزعلوا. فقلت بقى مجمل عباد الرحمن. عباد هو ده. حتى لما جيت يعني ارخص او امشي في البطاقه الضريبيه والسجل التجاري الموظفين بعضهم عرضوني في الاسم. فقلت لهم بروحوا سموه سنتر ملابس وخلاص لو مش عايزين تسموا الاسم حتى ما عنديش اي مشكله. اوكي بالعكس انا شايف اسم حلو جدا يعني حلو عباد الرحمن حلو جدا والله فعلا. طبعا معانا الفيديو لسه شغال كوليكشن كبير حاجات كتيره اكتر من حاجه اكتر من استاذ عبد الرحمن عنده داخل السنتر زي ما قلنا مفروشات وفي لبس اطفال ولبس قدام حضراتكم ده اللي هو البيت العبايات الاستقبال البيتي وفي كمان ازدالات اكيد طبعا كده. في بقى اللي هو البيتي بقى سواء بيت او خروج للاطفال والحريم. عايزين نرجع بقى لحته السوشيال ميديا. العروض الحاجات اللي بتطلع. العروض طبعا ديت حضرتك هي كانت مفاجاه ليا اصلا ان انا افكر في موضوع العروض.
فقلت ايه يعني اجرب السوشيال ميديا شويه، اعمل فيديو كده الاول وانزله اسجله وبعدين انزله على الفيسبوك واشوف تفاعل الناس معاه ايه. فالحمد لله لقيت ردود افعال الناس جميله جدا جدا، حتى انا معايا متابعين من كل مكان في مصر، خارج مصر، حتى في السعوديه الناس بعت لي امبارح ترحب بيا. فلقيت تفاعل الناس جميل جدا جدا. بس هو في حاجه بس الناس يعني حابب ان انا اتكلم فيها، دول طبعا سر نجاحي هي الناس او عملاء سنتر عباد الرحمن. عملاء سنتر عباد الرحمن دول عندي رقم واحد في شغلي، ما اقدرش ازعل اي حد، حتى لو انا زعلت حد قبل كده انا طلعت واعتذرت على الهوا مباشر للنت على الناس كلها. وحبيت ان انا يكون رقم واحد في سنتر عباد الرحمن هو العميل، افرحه باي طريقه، باي حتى لو بسعر، لو على حساب نفسي انا شخصيا. فالفكره بس ان عند الناس، وكتير من الناس زعلانين مني حتى في اللايفات الاخيره، ان انا ما عدتش بقول اسعار. وده كومنت جالنا برضو ان الناس عايزه تعرف على كل بوست او عايزه تسال السعر ده كام. طب ده كام؟ ده كومنت مهم. عايزين نعرف برضو منك ليه. هو حضراتكم الفكره انا كنت الاول بنزل اسعار، حتى كنت عامل جروب على الواتس وبنزل اسعار لتجار الجمله. فعرفت ان ناس كتير من اصحاب المحلات او اصحاب السناتر، طبعا لان كل واحد ليه منافسين كتير، فكل واحد عايز يبقى نفسه يبقى هو رقم واحد في السوق. فانا قلت الغي الموضوع ده نهائي تماما. ليه؟ عشان ما اذيش حد، لان كتير من التجار سمعت ان هي بتدعي عليا وبتحاسبن عليا، مع ان الناس اللي هم المستهلك بيدعي لي. فبالتالي انا حبيت ان انا الغي الفكره دي خالص، واقول بعض الاسعار اللي تجذب الناس بس، مش كل المنتجات، عشان ما اضربش السوق. حتى انا جالي امبارح جالي تليفون ان واحد من عملائي اللي كنت بعتبره رقم واحد بالنسبه لي كان بياخد شغل مني، من ضمن شغله مصنع اللي قدامي ده حضرتك، مصنع نور المدين. عرفت ان هو كلم صاحب المصنع نفسه وقال له انا عاوز شغل كذا 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 كذا. فقال له ده بالاسعار ايه؟ فقال له الاسعار 110. انا مديها اصلا للشخص ده ب 105 جمله، يعني انا قسمت الحسنه بتاعتي زي ما بيقولوا كده، او رزقي بيني وبينه نصين. فالراجل صاحب المصنع كلمني وقال لي فلان الفلاني كلمني وقال لي كذا كذا كذا. فالناس ما تعرفش ان دي ارزاق اصلا، وربنا هو طبعًا اللي مقسمها، يعني ما حدش بيجري على رزقه، ولا احنا بناخد بالاسباب بس قدر المستطاع. اكيد طبعا. طب احنا عايزين نعرف بقى من حضرتك، هل متوفر عندك شحن الملابس؟ دي اللي يهمها يا شيما. طبعا طبعا دي اللي تهمها. يهم اي واحد يتفرج بقى على الفيديوهات بتاعت استاذ عبد الرحمن. وابعت لي وحطه قدام الامر الواقع. استاذ عبد الرحمن انا خايف عليك. في شحن صحيح ولا ايه؟ والله استاذ عبد الرحمن لحد من يومين ثلاثه كان في شحن. الله. بس من يومين ثلاثة بلعت الشحن. الحمد لله. مفيش ده ايه ده؟ السبب الرئيسي في كده حضرتك ان انا يعني ايه كنت عندي شحن تمام في اي مكان في الجمهورية. يعني عندي شحن في الصعيد، في مرسى مطروح، معايا حبايبي في مرسى مطروح، حبايبي في سينا، حبايبي في سوهاج، بشحن لاي مكان ما عنديش اي مشكلة. اوكي. بس جالي تليفون من الشرقية ان واحد عايز اوردر وبتاع، فعملت له الاوردر. فالاوردر ان هو معنى يقعد اسبوع او خمس ست ايام ما يحولش المبلغ الاول قبل ما ياخد شغله، ده بتعجزني. اكيد طبعا. انا محتاج الشغل ده. الشغل ده في ناس بتيجي مثلا من السنتر، والسيوله طبعا محدوده، مش سيوله، ما فيش امكانيات كبيره جدا ان انا يكون عندي كميات. والمصنع بيبقى عنده حصه لكل عميل. هو مثلا بيوزع في القاهره، بيوزع في كفر الشيخ، بيوزع في المنصوره، كل واحد بيبقى ليه حصه من المصنع نفسه. ليه؟ لان انا اعتبر وكيل مميز للمصنع ده. فبالتالي يا ده حوار. الموضوع كبير جدا. يعني خلينا مثلا نقول هيتوفر لو حد بعت لك الحواله الاول، ممكن توفر. لا ما انا وكيل كده اوريدي، هو بيبعت الحواله الاول. أوكي. بس الفكره ان تاخير نفسه، يعني وانا قاعد حضرتك حاليا دلوقتي في الاستوديو، انا جالي رساله واحده عامله اوردر من اسبوع. وحضرتك حولت الفلوس، بكره هحولها لك، تمام؟ لقيتها بعت لي دلوقتي عايزه اكمل اوردر تاني. طب ايه اللي غصبني ان انا عيني الاوردر اسبوع وتيجي تكمل حضرتك بعد الشغل اللي فات؟ لا انا كنت بعت الشغل لحضرتك وجبت شغل تاني وبعد كده الدنيا مشت. فهو الفكره انا ما عنديش اي مانع حد يطلب اوردر بس تاني يوم يحول للمغلب، وانا ما عنديش اي مانع ابعت له الشحن. انا بشحن سبت واثنين واربع. تمام. سبت واثنين واربع. تمام. كل الناس حفظت الاسماء وحفظت الايام. ده حبيبي طبعا. الايام ايه؟ حبيبي سنتر عباد الرحمن، العملاء كلها حبيبي على راسي من فوق، دول رقم واحد عندي. انت تستاهل كل خير يا استاذ عبد الرحمن. احنا يعني خلاص فقرتنا خلصت معاك، ما كناش عايزينها تخلص، بس قبل ما تخلص عشان في توصيه مهمه قبل الهوا جايه لي، ان احنا لازم نشكر في كل الكاست اللي شغالين معاك، وبالاخص استاذ علي اللي معانا خارج الاستوديو. هو عامه كل طاقم فريق العمل على راسي من فوق، بما فيهم طبعا اذكر اسمائهم كلهم، احمد بدوي واحمد عماره، دول من الناس المجتهدين جدا جدا عندي في السنتر، زائد الابله غاده،
زائد طبعا الاستاذ مصطفى بدوي، زائد الاستاذ علي طبعا على راسي من فوق، ده يعني كل فريق العمل على راسي من فوق طبعا. واحب اشكر قبل كل الناس طبعا اهلي في بلطيم، لان الناس ديت كل الشكر ليهم، اهل البرولوس واهل كفر الشيخ عموما، دول حبايبي وعلى راسي من فوق، وهم السبب ان يكون عباد الرحمن اصلا معاكم هنا في الاستوديو. واحب طبعا اقدم شكر خالص لوالدتي ووالدي، دول على راسي من فوق كلهم، وسبب سر نجاحي بعد ربنا عز وجل وزوجتي. وانا نفسي بشكرك ان انت لبيت دعوتنا وكنت معانا النهارده ونورتنا، وشفنا كل الكولكشن اللي موجود داخل سنتر عباد الرحمن. نورتنا يا استاذ عبد الرحمن، شكرا جدا لوجودك. هنرجع تاني بعد الفاصل، نرجع مع الشيف نشوف الفقره بتاعتنا ومع الفقره الجديده اللي هتبقى معانا. استنونا بعد الفاصل، ما تروحوش بعيد.